طب احنا معنا على الهاتف كابتن طاهر رجب، مدير قطاع الناشئين في كرة السلة من النادي الأهلي. مساء الخير يا كابتن والف مبروك. الخير يا كابتن فاروق، ده حضرتك يا فندم. الحمد لله، وبتحياتي وتحيات كابتن علي وكابتن ماجد وطبعا نجومنا الشباب الجمال كابتن زياد وكابتن طبعا عمر. طبعا احنا بنقول لهم الف مبروك. الف بارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. مبروك للكابتن علي والكابتن ماجد وكل الكباتن اللي عند حضرتك. ببارك لحضرتك مره ثانيه. وطبعا قطاع الناشئين لكره السله بالنادي الاهلي هو دايما ولاد للدرجه الاولى بالنجوم وايضا لمنتخب مصر يا كابتن. طبعا يعني ده هدف ثاني لينا ان احنا نطلع قبل البطولات كمان ان احنا يبقى في ناشئين واعدين لفرقه درجه اولى نادي والمنتخبات مصر طبعا كما الناس عاهد النادي الاهلي في جميع الالعاب. طيب انا عايز اعرف من حضرتك وجمهور النادي الاهلي حابب يعرف الخطه بتاعه قطاع الناشئين كره السله للرجال بالنادي الاهلي. هو طبعا احنا يعني بنبدا من القاعده. القاعده عندنا يعني احنا عندنا حوالي 8 فرق ناشئين وزودنا عليهم كمان فرقه تجديد. بحيث ان انا ابتدي من الاول خالص اجهز اللعيبه دي بحيث ان هم يبقوا وصلوا لمستوى معين في الاعمار او في المسابقات اللي هي بتبتدي من 14 سنه اللي هي فيها كومبيتيشن او فيها مسابقات 14 16 18 20. نعم. طبعا ده بتبتدي من بدري قوي في المراحل دي. وطبعا ده شيء. وطبعا كمان المدربين بيبقوا على كفاءه واحنا عندنا طبعا مدربين على كفاءه جامده قوي في كره السله وليهم باع وليهم تاريخ ومعظمهم او تقريبا كلهم من ولاد النادي الاهلي الحمد لله. وده معناه ان هم عندهم مبادئ النادي وعندهم روح النادي الاهلي في انه دايما يكسبوا. بالظبط بالظبط. مبدا النادي الاهلي ده المبادئ قبل المكسب وقبل الخساره. ده هدف سامي عندنا لان احنا تعودنا على هذا. والنادي الاهلي نادي مبادئ ونادي وهو لما ترسم مبادئ هتلاقي بالتالي النتائج جت بكل سهوله نتيجه الالتزام وانتظام اللعيبه لعلمهم التام بان احنا نادي لا يقبل بقى عدم الالتزام وعدم الانتظام والحاجات دي. عايز اعرف رايك في فريق 18 سنه يا كابتن. هو فريق 18 سنة ده طبعا هو فريق المستقبل والفريق الواعد صاعد ان شاء الله باذن الله. واحنا ابتدينا معاه من ايام ما كانوا في الميني باسكت او تحت 12 لغايه ما وصلوا لفريق 18 سنة. وفي خامات طبعا بسم الله ما شاء الله كويسه جدا. هي من الفرق مش ما اقدرش اقول الوحيده، الفرق النادي الناشئين اللي قدروا يلعبوا دولي. يعني النادي الاهلي تكفل بيهم ان هم يوديهم دبي ولعبوا بطوله دوليه ودي كانت فارقه معاهم تماما. ما كان لسه كابتن علي بيقول نفس الكلام ان الاحتكاكهم مع المدارس المختلفه يعني ارتقى بالمستوى. هناك لعبنا انديه جامده جدا زي بايرن ميونخ الالماني وزي نادي صربي قوي جدا. انت عارف ان هي صربيا قويه في كره السله. في كره السله ابطال عالم وحاجات من دي وبتاع. وطلعنا تقريبا الثاني بفرق 7 نقاط بس فاينل مع الفريق الصربي. فطبعا دي نمت لهم خبراتهم. زائد طبعا هنا هو وفرنا لهم معسكرات ووفرنا لهم كل ما يساعدهم على ان هم يبقوا ادائهم عالي. ونتيجه هذا ان السنتين اللي فاتت اللي كان فيها فرق 18 دي لم نهزم الا مباريتين من خلال حوالي 80 مباراه. ما شاء الله رقم جميل يعني. رقم قوي. يعني السنه اللي فاتت كان 45 مباراه ما خسرناش ولا مباراه وكسبنا كل البطولات قفلناها. والسنه اللي قبليها خسرنا بس ماتشين اثنين نتيجه قله خبره وكان اللي قدامنا برضه
السن الاعلى عندنا. الحمد لله ان كونك انك تخسر ماتشين فقط في كل هذه العدد طبعا ده اكيد فنيا شغل عالي جدا ويشوبه الالتزام والانتظام ومبادئ النادي الاهلي طبعا. كابتن طاهر رجب مدير قطاع الناشئين لكرة السلة بالنادي الاهلي بشكر حضرتك شكرا جزيلا.